يخص أيضا المساعدات وفيما يخص آخر التطورات المتعلقة بنقلها إلى القطاع. من معبر رفح ينضم إلينا مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية. مصطفى، ما هي آخر الاستعدادات إذن التي يشهدها معبر رفح لاستقبال الجرحى ولإرسال المساعدات أيضا؟ ماذا في التفاصيل الآن لديك؟ نعم، بالفعل يعني ما زالت عملية ضخ المساعدات الإنسانية التي تنطلق من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة مستمرة. كنت قد ذكرت منذ ساعة من الآن أنه تم تجهيز حوالي 50 شاحنة أخرى بخلاف 100 شاحنة أخرى تم تجهيزهم صباح هذا اليوم لينضموا إلى الشاحنات التي من المنتظر أن تدخل إلى قطاع غزة خلال الساعات القليلة القادمة. هم الآن في مرحلة إجراءات دخولهم النهائية. نتحدث أيضا عن استقبال الجرحى والمصابين، حيث يواصل معبر رفح حتى هذه اللحظات استقبال حالات الجرحى والمصابين، والتي تقدر حتى الآن بما يقرب من 13 حالة من المصابين والجرحى الذين وصلوا إلى الأراضي المصرية فعلا عبر معبر رفح، بالإضافة أيضا إلى وصول حالات إنسانية من أصحاب الأمراض السرطانية للجنسية التركية، ويقدر عددهم بحوالي 25 حالة، وهم في طريقهم عبر سيارات الإسعاف المصرية إلى مستشفى العريش العام عبر الخدمات المقدمة من وزارة الصحة المصرية مع الأطقم الطبية التركية التي بعد ذلك ستتولى عملية نقلهم إلى الأراضي التركية. كل هذه المشاهد تلخص الجهود المصرية المبذولة والتي تسعى إليها مصر في ظل حرص مصر على إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية. وربما كنا قد ذكرنا أيضا حالة التكدس للشاحنات الفلسطينية التي تقف في ناحية المعبر من الجانب الفلسطيني، وعند وصول أول شاحنة من الوقود والتي كانت تحمل حمولة مقدرة بحوالي 24 ألف لتر من السولار، تحركت بعض الشاحنات هي الأخرى في طريقها إلى قطاع غزة، وقامت على إثر ذلك الشاحنات المصرية بتفريغ حمولاتها وبدأت في الخروج من ناحية المعبر للجانب الفلسطيني. نتحدث أيضا عن استقبال معبر رفح حتى هذه اللحظات لما يقرب من 500 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة، بالإضافة أيضا إلى المصريين الذين كانوا قد علقوا داخل الأراضي الفلسطينية وهم الآن في مرحلة إجراءات دخولهم إلى الأراضي المصرية، وهي الإجراءات المتعارف عليها وفقا لتعليمات سلطات معبر رفح البري. إذا ما تحدثنا وعدنا في نقطة سريعة إلى المساعدات الإنسانية وتحركها إلى قطاع غزة من خلال الشاحنات الفلسطينية، فيبدو وكما ذكرنا من قبل فإن كلمة السر تبقى هي الوقود، وعند دخول أول شاحنة من الوقود تحركت بعض الشاحنات الفلسطينية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية في طريقها إلى الأراضي الفلسطينية وتحديدا إلى قطاع غزة. تبقى المساعي المصرية مع كل الأطراف المعنية سواء الدول التي تحرص على ضخ مزيد من المساعدات وتفعل هذه النقطة تحديدا بالتعاون مع الأمم المتحدة وكل المنظمات الإغاثية التي تحرص على هذه المسألة تحديدا، كل هذه الجهود في طريقها لضخ مزيد من المساعدات والوقود، وبقيت الآن كلمة السر الوقود حتى يتمكن الجميع من إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، والصور والمشاهد التي ننقلها دائما من داخل قطاع غزة والتي تتحدث عن أوضاع كارثية. لذلك وجب على الجميع التحرك بشكل عاجل، وهي النداءات التي بدأت بها الدولة المصرية ووجهتها الدولة المصرية سابقا في بادئ الأزمة بضرورة التحرك أولا لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، وثانيا لإدخال المساعدات الإنسانية لإنقاذ قطاع غزة. نتحدث عن كل هذه الإجراءات في ظل الزخم والحراك الكبير الذي يشهده معبر رفح سواء كانت داخل المعبر أو خارج المعبر. نعم. إذن أشكرك مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح على هذه المعلومات التي تردها إلينا في كل وقت وفي كل مستجد. شكرا جزيلا لك.